هي مين القارعة؟ ويعني إيه الفراش المبثوث؟ ويعني إيه العين المنفوش؟ ومين هي هاوية؟ كل ده هنعرفه مع تفسير معاني سورة القارعة. سورة القارعة من السور المكية، ترتيبها في المصحف 101 وعدد آياتها 11 آية. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، والقارعة وهي اسم من أسامي يوم القيامة، وسميت بالقارعة لأنها تقرع الآذان والقلوب يوم القيامة من شدة أهوالها. زي لما بتقول كده مثلا قرعت الباب، يعني خبطت على الباب، أو قرع السيوف، صوت السيوف العالي، أو قرع الطبول، صوت الطبول العالي. ما القارعة؟ وهذا استفهام للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش وهو جمع فراشة، المبثوث أي المنتشر، يعني الناس يوم القيامة بيكونوا زي الفراش المنتشر، كأنك كنت جايب فراشات كده وحبسها فأطلقتها مرة واحدة، كل واحد كده مع نفسه. والإعجاز القرآني هنا في تشبيه خروج الناس من القبور كما تخرج الفراشة من شرنقتها. وكذلك لأن الفراش عندما يخرج لا يخرج في ترتيب، كله بيخبط في بعضه. طيب هتيجي تقول لي ما هو في سورة القمر ربنا قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فإيه الفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر؟ بص يا سيدي، عندما يخرج الناس من القبور يكون خروجهم كخروج الفراش المنتشر، لا يسير في جماعات منتظمة، كله بيخبط في بعضه. وعندما ينادي المنادي عليهم للحساب يسيرون في اتجاهات محددة وفي خطى واضحة ليلاقوا حسابهم مثل الجراد المنتشر. وهذا يوضح الإعجاز القرآني في وصف يوم البعث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن وهو الصوف أو القطن، والمنفوش أي المتمزق المنثور في الهواء من خفته. شوف الجبال بعظمتها وعلوها تنسف وهتكون زي الصوف الخفيف المنفوش في الهواء. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه وهي رجحة كفة حسناته قصاد سيئاته، فهذا يصبح في عيشة راضية في الجنة بإذن الله تعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومن خفت موازين حسناته ورجحت كفة سيئاته والعياذ بالله فهذا أمه هاوية. وأمه هنا يعني مأواه، ولأن الإنسان يأوي دائما إلى أمه. وهناك تفسير آخر بأن أمه أي يهوي في نار جهنم على رأسه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك تأتي للتعظيم، وهي عائدة على هاوية. نار حامية يصفها الله سبحانه وتعالى بأنها نار شديدة الحرارة والسخونة، أعاذنا الله وإياكم هذا يا رب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.